أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم
لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله العظيم. صدق الله العظيم. Hadirin dan juga Dewan Hakim yang kami hormati, demikianlah penampilan nomor tampil 15 sudah membacakan Quran.